أنا لا. أعتقد أن المشكلة الأساسية أنه دائما في علاقاتنا مع كردستان بدأت من السيد عادل عبد المهدي واستمرت في حكومة السيد الكاظمي أن الشخصنة وليس المؤسسات ولا الدستور هو من يحكم. وأعطيك مثال بسيط، الحديث في الدستور، الحديث في موازنة 2020 عن أنه يبقى الوضع على ما هو عليه 250 ألف برميل. إذا أكو خطيئة ارتكبها عادل عبد المهدي بأن ثبت هذا الاتفاق في الموازنة، ويعود السيد الكاظمي وحكومته أصلا أن يكون هذه القضية هي من ضمن المؤشرات التي تبقى في موازنة 2020 سواء أقرت أو لا تقر، وأعتقد ستبقى إلى 2021. هذا بحد ذاته يعطي انطباع أنه المنطق الأساس الذي يتعامل هو المجاملات الشخصية من دون تقييم لاتفاقات لم تؤتي أي شيء لإعادة اللحمة ما بين كردستان. ماذا بالموظف في كردستان أن يتحمل فساد وسوء إدارة وتضخم بالجهاز الوظيفي وإقطاعيات سياسية تعتبرهم رعايا وتعتبرهم تابعين وأرقام وليس مواطنين، وعندما يصدر نفط خارج الإطار لا يتحمل مسؤوليته، وعندما يكون هنالك يجب أن تتحمل مسؤوليته.